عبد القادر غنفير ان كيستيونير. وي غندير واحد كيستيونير سميتو سميتو قسم بالله وجد انا الوغ قسم بالله وي كاع الاجوبه كاملين خصك تبداهم اقسم بالله ولكن اقسم بالله ديال بصح قسمتي بالله خصك تقول الحقيقه حافي بدخل فازي قسم بالله نقول الحقيقه تقول الحقيقه عبد القادر السيكتور وي واش عمرك شفرتي يما ماشي خاصك تبدا اقسم بالله وخاصك اقسم بالله لا شفرت حبيبي على الكذوب حرام يوم الجمعه صاحبي اليوم الجمعه خويا وقلت شي اقسم بالله غادي نمشي نصلي نقول لك واش شفرت يلا قول والله العظيم باسكو بون ماشي في هذا اللاج لا كنت صغير كنت صغير وبغيت واحد انتم تقولوا البيكالا هذا الفيلو وبا ما يلافي با دارجون بور اشتي كان واحد جارنا عنده وحده شفرت لها شفرتيه واش ندير له انا هذه هي رجعتيه من بعد ولا خليتيه رجعتيه ولا خديتيه ولا بعتيه ولا شنو درتي رجعتيه ولا خليتيه عندك لا كده ودرت كاع والدي او ودرتيه والله خاطر انا ما كنتش نديرو في الدار باسكو على بال بلي شافرو شوفوا غير في حدا هكذا في حدا كيما نقولوا واحد الجنان اييه ندخلو هكذا في الربيع ورا تما حطو تماك ومرمره تهزو فوالا الله يسامح الله يسامحني هو ماشي انت الله يسمح لك الله يسمح لك مي انا سرقت جاري جاري هو اللي سمح لي ما على بالوش هو ما في خباروش عمرو ما في خباروش فين كان في خبارو كان اولا الزام بخير عليه كان رانا كاع في الحبس يا ربي السلامه والله يسمح لك اخويا اكبر اقسم بالله اكبر كذبه كذبتي على والديك اكبر كذبه كذبتي على والديك لا جو بونس با لا عمرك ما كذبتي قول اقسم بالله عمري ما كذبت لا باسكو اتون بالك كذبت كنت صغير ما نعقلش الكذوب تاع الصغر راك شايف صعيبه الكذوب تاع الصغر غير تاع وين راه خوك ما راهش انا ورا تم فهمتني هذه ماشي كاع كذبه هذه واخا كذبه بيضاء كيسيون اقسم بالله عبد القادر السيكتور واش عمرك كذبتي على مراتك كذبت شنو كذبتي ها كذبت كذبت كذبتي والله كذبت الله يرجع ربي تسمح لي ايوا نهضروا الصراحة لا صراحة لا اقسم بالله اقسم بالله شفتي واحد النهار واعر ومباشرة تلفت لي صاحبي انا حمر كاع والله انتراديو فيها لو روج انا راني روج اظنك شي دابا سبقي والله يرجع ربي تسمح لي مزيان ما راهيش في المغرب شنو كتبتي لها؟ راهي في الجزائر وما عندناش إتراديو في الجزائر ولكن راك مصور راك مصور ديروها فين فين فيسبوك في يوتيوب قول والله اقسم بالله انا هذه ايج هذه غير لعبه انا نلعبوا هذا تاع البيع هذا هذه غير تاع الباتاكلون ديس داخله في والله او يما دير لي كاميرا او نو نو دير على كاسيت روح بعثها عليها لا شوف العزيز شوف يعني كاريمون نهضر لك الصراحة يعني امبوسيبل امبوسيبل تعيش حياة زوجية وتهضر غير لافيريتي امبوسيبل صعيبة يعني فيها يخصك تكذب صعيبة لا انا نقول لك كاريمون يعني يخصك شوف تكذب باش يعني باش تقعد مزوج من خير تكذب وتقعد مزوج ولا تهضر الصراحه وتطلق يا ربي السلامه كيسولا اقسم بالله واش عمرك واش ندمتي حيت مشيتي لفرنسا لا ما ندمتش ما ندمتيش لا ما ندمتش ما ندمتش اللي رحت لفرنسا مي بغيت كاريمون بغيت نطلع مام ولادي معايا لفرنسا
وفينالمون بون نطلع لهم باش يكونوا ريزيدي لابا فهمتني دونك فينالمون ما طلعتهمش طلعتهم فاكونس ولو كان طلعت ولادي يعيشوا تما كنت نندم على هذه وانت انت ما بغيتيش تديهم تما جامي واخا انت كتبقى مام المراه نتاعي طلعت فاكونس وما عجبتهاش المعيشه تما قالت لي نجم نجي فاكونس نفوت دي جور هنا ونعاود نولي ميو كو سانستالي ايسي واخا كيسيون اقسم بالله القاده السيكتور قبل ما نربحكم لي بلاص واش عمرك ندمتي حيت خدمتي مع جمال دبوس لا ما ندمتش ياك لا ما ندمتش او كونترير كاريمون ربحت بزاف صوالح من جمال دبوز سي با من جمال دبوز باسكو انا جمال دبوز كنت نشوفو بالك خطره في 3 موا ولا خطره في 4 موا مي يافي لو ماناجير دو جمال دبوز اللي كان ميتيرون سان تاعي فهمت يعني عاوني في بزاف د الامور وتعلمت بزاف د الامور في, في, في مجال الون مان شو في مجال لو ستاند اب ايتو اللي كانوا كنت ما على باليش بهم خلاص يعني نهار اللي دخلت مع جمال بوندون 3 زون وانا نخدم تعلمت beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas avec l'expérience que j'ai pendant 3 ans. Ça marche. Islam Jamed Bouza, c'est à It Radio. Et Abdelkader Sektor, c'est à It Radio. اقسم بالله دابا نزيدك واحد السؤال في اقسم بالله فازي ما عمرك ما كتندم حيت كتجي عندنا الإيت راديو اما والله شوف نهضروا سانسيرمون ياك صراحه عندي واحد شويه صراحه قول صراحه راه والله العظيم لا شوف راني شويه مريض وجيت من الجيري عيان مريض والبارح درت سبيكتاك وكملنا حتى دخلت لوتيل حتى مع الوحده نتاع الليل وقالوا لي غدوه نوضوا والله العظيم قلت لهم اودي غير بار تليفون بالك راني ما قادرش الصباح كي جات 6:30 انا عيطت للسيد قلت له انا نروحوا عند ماما تبريد ولا عبد اللطيف قول لهم صباح لطيف ابو سبع واش شي بصح هادشي صيفط لي ميساج قال لي والله واش قلت لك في الميساج ماما فتيداش كتفطر الله يحفظك 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 الله ي